مستنيكي من بدري. معلش كان عندي حاجات كتير كان لازم اعملها قبل ما اجي. صباح الورد. صباح النور. قدموا لك حاجه؟ اه تمام، انا بشرب قهوه وزي الفل. يا بختك، انا كمان نفسي اشرب قهوه قوي عشان اصحصح وافوق. انت ما نمتيش كويس ولا ايه؟ مطبقه من امبارح، لما كلمتني كنت مهرانه في المستشفى. الف سلامه عليها، ربنا يشفيها يا رب. طيب بقى ما نأجل حكايه المزرعه دي النهارده. نأجل ايه؟ انت شكلك هتضيعنا. احنا لازم ننجز في السريع قبل ما يحصل في الامور امور. ازاي يعني؟ يعني افرض انه اتصالح مع مراته او طلع في دماغه انه يأجل او يخفض اعلاناته. ايه الكلام ده يا مالك؟ هو مش في عقد؟ في عقد، بس انا ما اضمنش ظروف الناس دي بتغير مصير اي عقد. يعني ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه على فكره. يا عم انت ما سمعتش عن القواضي بتاعت العقود دي؟ بتدخل المحكمة وما بتخرجش تاني. كمل قهوتك انا ارجع لك ثواني. اوكي. صورك وسيديهاتك. البي كان مصورك فيديو. فاجئتي؟ ولا عادي ده جوزي؟ ما فيهاش حاجة لما اتصور معاه بالمنظر ده. انت مجنونة يا مريم. عملت اللي عملته بقى. وعلى فكرة ورقة طلاقك هتجيلك لحد عندي. البي اللي كان عامل لي فيها غضنفر قلب قطة بلدي. ومش عايز غير اللابتوب اللي انت سرقاه يا مريم. وبرضه خبيتي عليا الموضوع ده. مستغربة ليه؟ هو انا بلعب؟ انا قلت لك ان انا هساعدك في الموضوع ده وانت ما صدقتيش. لما اختك تحط حاجه في دماغها بتعملها. صدقتي دلوقتي؟ ابي رجعي له اللابتوب وخلصيني. وللمره المليون يا مريم بقول لك ما تخبيش عليا حاجه تاني. محدش هيساعدك غيري. بقول لك انا رايحه مشوار قرب الساحل واحتمال اتاخر. يا ريت بس تاخدي بالك من رنا. طبعا انت ولا هنا ان احنا راجعين من المستشفى الصبح. معقوله يا مريم ما تساليش علينا ولا حتى بمسج؟ ماشي يا ستي، خليني انا بس اللي شايله همك. بدل ما انام لي ساعتين الصبح انزل لك مخصوص عشان اخلصك من الزفت بتاعك ده. ايه جو الالوان اللي انت عاملاها دي؟ باربي؟ كل دي ألوان؟ حلو اللون ده. هو مجنون شوية بس عاجبني. ايه رأيك؟ الا بداية كبير يا جامد يا حريف. تروح تقتله وتيجي تتهمني بقتله، تقوم ضرب عصفورين بحجر وتخلص منا احنا الاتنين. هي هتقلب معاكي هبل انا عارف. لا ده مش هبل، ده هو ده اللي حصل. ولا انت فاكرني مش فاهماك؟ طول عمرك بتقول انك حاطط استيكه في جزمتك عشان تمسح اللي وراك. لا يا نديم، المره دي لا، مش هنولها لك. البلوه تبليك وتجيب اللي فيها فيك كده. طب ايه رايك ان وليد قال لي انك مسلط عليه عماد القط، وقال لي ان طالما فيها عماد القط يبقى انت ناوي على الدم. ويا عالم بقى قال لي كام واحد غير الكلام ده، وكم مرة اسم عماد القط ده هيجي في النيابة. وإيه كمان؟ بعبعي فراغي اللي عندك. يبقى الواد جالك قالك الحكاية فيها عماد القط. قلتي فرصة وجات لحد عندي. تقتليه ولما يلاقوا الصور عنده تيجي رجلي. وبعدين واحد يرمي كده كلمة القط في التحقيق، اخد انا فيها اعدام ولوجي تورث كل حاجه، وساعتها مين الواصي على لوجي؟ ام لوجي. ياه تصدق انا لو بفكر بالطريقه دي كنت احترمت دماغي قوي. فاتك حاجه واحده بس، اني بطلت البس المريله، ما باخدش سندوتشات معايا وانا رايح المدرسه. فوقي أنا اسمي نديم فخري، لو ناس يفكرك الصور معاكي ولا نيابة هتلاقيها في بيته.
معيش حاجة. يعني هناك؟ معرفش. قولي خلينا ألحق أتصرف. قلتلك معرفش. لو ما تعرفيش يبقى أنت فعلا في ورطة كبيرة. وأنت بقى جاي تنقذني؟ أنا جاي أقولك إن اللعب بالنار له أصول، اللي ما يعرفهاش يحرق نفسه من غير ما يدرى. الصور فين؟ الصور فين؟ أكيد في بيته. طب قوم على فين؟ قومي قومي، هتعملي تشيك اوت دلوقتي حالا. قولي طب ناويين على ايه؟ ناوي على ايه يعني؟ هلم وراكي. ورايا انا؟ امال ورا مين يا حيوانه يا بنت الكلب؟ ورا مين؟ وانا بعمل حاجه غير اني عمال اصد من اليمين والشمال؟ انا خلاص بقيت متفرغ لك. هو انا عارف اشتغل؟ انا كل اللي بعمله ان انا قاعد الاحق على بلاويك اللي جايه من اليمين والشمال. يلا 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 يلا، ملعون ابوك الابو اليوم اللي شفتك فيه في ساعة واحدة. في ايه؟ ده حكايتك بالظبط، هتعملها تاني ولا ايه؟ ايوه بقى، اظبط نفسك كده. ايوه يا رامي، خير على الصبح؟ مالك 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 مالك، ارجوكي بلاش التهور اللي ممكن يشعوط الدنيا ده. اميره لازم تترضى باي شكل قبل ما تقلب الدنيا علينا. ده اذا ما كانتش عملت كده اوريدي. شكرا. مالها الست اميره بروح اهلها؟ ما تيجي تشاركني احسن. لا 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 لا، من ناحيه تقدر فهي تقدر، مفاتيح نجيب فخري في ايديها. ايوه عشان تبقي عارفه بس. ولا تقدر تعمل اي حاجه، انا اللي بقول لك. بقول لك ايه، اديني نوها. هي اصلا عايزه تتكلم معاك. صباح الخير يا ملك. خليك معايا ثانيه. ايوه نوها. صباح الخير يا ملك. اتحركتي مع عمرو ولا لسه؟ اه ما هو كلمني الصبح قال لي ان انتوا هتسافروا المزرعه مع نديم. اساليها ليه؟ ما خدتش رامي معاها. طيب انت شفتي الايميل بتاعك النهارده؟ ليه بعتلي حاجه؟ ملحق عقد. ومين بسلامته اللي بعت الملحق ده؟ لا احنا ملناش في الملاحق، احنا شطار وبننجح من اول مره. تصدق انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده مع عمرو من مفيش. اكيد ده لعبه اميره. انا هعرف اطيرها ازاي من عند نديم. عموما ما تقلقيش، خلي رامي يطمن، احنا مش بنلعب. سلام. اوكي طيب يا جيت باي. اوه
انزلي. ما كمل أول، كان لازم يعني المرمطة والبهدلة؟ انزلي. وحياة ربنا لو مديت إيدك عليا تاني أنت حر. هتقتلين أنا كمان مش كده؟ قلت لك إن شاء الله أعدم بنتي ما قتلته. هي إيه؟ قايتة لقيح جتت وخلاص؟ لازم يكون أنت، يمكن يكون واحد من اللي بتعرفيهم. أنت فوتت تماما. انزلي. ويقتل علشانه او بيبني مستقبله. بيبني مستقبله ده على اساس ايه بقى؟ اني حجبش وهديله؟ هو انا بقى حلتي حاجه؟ ده انت حتى الفاز اللي طلعت بيها عملت لها بلوك. لذلك ما تدفعش فلوس. مش هرد عليك. لوجي يا لوجي. بنتك مش هنا. مش موجود يعني ايه؟ يعني مش موجود؟ اه يعني رايح مشوار وراجع ولا ايه؟ ده متفق معايا ومديني ميعاد. اتفق معاكي، بس انا لو كنت اعرف عن الميعاد ده كنت ظبطتهولي. جو قديم قوي على فكره. جد؟ تصدقي صح. اتفضلي مستر نديم مستنيكي في مكتبه. والله ما تحاوليش، ما بيردش على حد. ده اذا كان انا ما بيردش عليا. انتي مش خايفة اقوله؟ تقولي له على ايه؟ على الاتفاق اللي بيننا. واحنا بينا اتفاق لا سمح الله. انتي مش شايفة ان البجاحة واخدة وضعها معاكي شوية حبتين؟ ما بصي بقى مالك حبيبتي، انا ما بتنصبش عليا. ما تفوقي بقى كده وتفكك من النفخة الكدابة اللي انتي عايشة فيها دي. ده انتي طلعتي ولا نزلتي حتة سكرتيرة. أنا؟ حتة سكرتيرة؟ بس ما تنسيش إن حتة السكرتيرة دي هي اللي جابتك هنا، وهي كمان اللي تقدر. ولا أقول لك بلاش؟ طيب أحسن برضو، يمكن تراجعي نفسك. أرجع إيه؟ بعد اللي قلتيه واللي عملتيه؟ انت الظاهر ما تعرفنيش. ما يغركيش المنظر اللي انا فيه بشويتين اللي انا عشتهم في امريكا. ده انا وقت الجد عليا حته لسان زفر. تقولي دي اكيد متربيه في الشوارع. اه الشيك بتاعك. اصل في ناس زي كده بيقطعوا برزقهم.